السلام عليكم. نبدا بسم الله ما شاء الله معكم ابن الشام. اخواني بتمنى منكم صلوا على النبي، اذكروا الله، لا اله الا الله، سيدي محمد رسول الله. مثل ما شفتوا اليوم بعنوان الفيديو، اغلبيتكم عم يسال انه امتى مثلا انا بدي ادخل طيوري بغيار الريش، او ليش ابن الشام انت عم تقول انه نحن مثلا بدي ادخل طيوري انا مثلا بشهر 7 بغيار الريش؟ تمام، شو الاسباب؟ ليش اذا عندك انت مثلا جوز شغال، عندك ذكر، عندك انتي الاثنين شغالين، وانت حابب تدخل طيورك مثلا بغيار الريش؟ هلا انا بالنسبه لي قلت لكم ممكن مو اكيد دخل طيوري بغيار الريش بشهر 7 لبعض الاسباب، تمام. بس ولكن انت كمتابع لابن الشام، لو انت شايف طيورك لازم تدخل بغيار الريش، فاخي الكريم دخلها بغيار الريش. خليكم معي وتابعوا الفيديو للنهاية لأنه فيه معلومات كتير مهمة. أهم شيء تحطوا لنا لايك لهذا الفيديو، وكمان تعملوا مشاركة، واللي ما أنا مشترك بالقناة بتمنى منا أخي الكريم تشترك بالقناة. طيب، في أحد الأخوة بالتعليقات قال لي إنه ما بيحفز يدخل طيوره بغيار الريش بالطرق اللي أنا حكيتها، يلي هي مثلا ممكن أنت تنزل ساعات الإضاءة، أو ممكن مثلا تغطي الطير. طيب، أنا لما حكيت هي الأسباب أو هي الشروط للأشخاص يلي عنده مثلا نقول انتاي دخلت بغير الريش وعنده الذكر ما دخل بغير الريش، فالأفضل يدخلوا الاثنين مع بعض بغير الريش ويطلعوا مع بعض من غيار الريش، هيك أفضل وهيك أحسن. طيب، أنا بالنسبة إلي ما بأجبر أي شخص إن كان، تمام، يدخل طيوره بغير الريش بشهر 7. بس ولكن اخواني حبايبي، لما تكون عندك انت درجة الحرارة تمام معدية ل30، فنصيحة من ابن الشام نزل طيورك بغير الريش وما رح تندم بإذن الله تعالى. اذا عندك انت طيور انت كان تحط 4 بيضات ولا 5 بيضات، وصلت لمكان صارت تحط فقط بيضتين او بيضة واحدة، فنصيحة من ابن الشام دخلها بغيار الريش. إذا عندك ذكر كان يخصب البيض 4 بيضات 5 بيضات، صار يخصب من 4-5 فقط بيضة أو بيضتين، فنصيحة من ابن الشام دخله بغيار الريش، تمام. إذا عندك طيورة ما عاد غردت تمام، وما عاد بكيت أو ما عاد لقحت البيض مثل ما قلت لكم أنا، نصيحة من ابن الشام دخل طيورك بغيار الريش. بس ولكن برجع عيد وبكرر، ما بأجبر أي شخص كان يدخل طيوره بغيار الريش، هذا الشيء شأنك أنت وهي طيورك وهذا الشيء راجع لك. بس ولكن أنا بالنسبة لي أمام الله وأمامكم لازم أنصحكم أخواني حبايبي. طيب، شو الأسباب يلي لازم أنت مثلا تدخل طيورك بغيار الريش؟ مثلا كمثال، لما شفت أنت عندك الانتاي ما عاد باضت 4-5 بيضات، أو الانتاي ما عاد لفت لعش، أو الذكر ما عاد غرد، أو الذكر ما عاد خصب 4-5 بيضات، او بعض المشاكل اللي ممكن تصير معك انت بمرحلة التزاوج، تمام. يعني في بعض الاناتي ممكن تفقس لنقول 3 بيضات او 4 بيضات بس ما تطعميهم، او تهجر العش، تمام، او الذكر مثلا ما عاد خصب البيض مثل ما قلت لكم انا. ليش لازم تدخل طيورك بغير الريش؟ لحتى تتفادى بعض المشاكل او بعض الامراض، تمام، يلي ممكن تمر فيها طيورك بالموسم القادم. طيب، خلينا نوضح اكثر الكلام، شو هو الافادة وقت انت تدخل طيورك مثلا بغيار الريش؟ وقت تشوف الحرارة عندك طلعت، طيورك ما عاد صارت جاهزة مثل قبل، مثلا ما عاد في تغريد، او مثلا ما عاد في تخصيب للبيض او ما شابه ذلك، الافادة هي منا للموسم القادم باذن الله تعالى. شو هي الإفادة؟ لحتى أنت تكون صحة طيورك سليمة. هلأ أنت مثلا ممكن تصير معك بالموسم القادم إذا الله راد شغلة يلي هي، أو بعض الشغلات يلي هي، ممكن عندك أنت انتاي كانت تبيض بهذا الموسم 5 بيضات، الموسم الثاني لقيت عم تبيض 3 بيضات أو 4 بيضات أو بيضتين. هاي أحد الأسباب أنك أنت ما ريحت طيورك. هلأ إذا أنت عندك معمل هذا شيء تاني، إذا أنت معتبر طيورك مصنع أو معمل هذا شيء تاني، هذا الكلام مو لك أخي الكريم، تمام. أنا عم حاكي الأشخاص يلي بيحترموا
المواسم اللي بمر فيها طير الكناري. تمام، عندك موسم الراحة، عفوا عندك موسم غيار الريش، موسم الراحة، موسم التجهيز، وموسم التزاوج. تمام، لما تحترم انت المراحل هاي كلياتها وتدخل طيورك بغيار الريش بالوقت المناسب، ومن ثم يطلع من الراحة موسم الراحة بالوقت المناسب، هون انت عارف طيورك بإذن الله تعالى رح تستفاد منها بالموسم القادم. هاي الأسباب، وهذا الفيديو كرمال وضح لك أنا الأفكار والشروط والأسباب يلي ممكن انت عم توع فيها ومالك عرفان شو السبب. يعني ممكن انت مثلا جهزت الذكر، جهزت الانتاي، الانتاي ما لفت العش، الذكر ما توالف مع الانتاي، الذكر او الانتاي فجأة صار عندهم امراض، الانتاي مثلا ما لفت العش، الانتاي ما وضعت البيض، الانتاي حطت فقط بيضتين ومن اول بطن. طبعا هذا الحكي للموسم القادم. هذا الكلام كلياته انا حبيت بس وضح لكم، والعالم بدي اياها كلها تستوعب الافكار هاي كلياتها. لا تبلش انت تزاوج ودرجة الحرارة عندك والله انا مثلا 36، تمام؟ هلا شوفوا عندي اخواني حبايبي 21 درجة الحرارة، والدنيا برا عم تشتي، الله يبعث الخير. وبرضو اخواني حبايبي باذن الله تعالى باول شهر 7 او ممكن بنص السابع رح يوقف انتاج، ممكن مو اكيد. يعني هلا في بعض الاخوة عم يقول لي انا اخذت من انتاي 5 بطون، بضل مستمر فيها مثلا 6 بطون او 7 بطون، او بضل مثلا مستمر لشهر 8. يعني هون بدك تسمح لي شوي، اذا انت اخذت من الانتاي 5 بطون مثل ما حكينا نحن، اذا الانتاي عندك باضت تمام وحضنت البيض، حضنت البيض اقل شيء اسبوع، هذا يعتبر بطن. اذا كان البيض مخصب ولا غير مخصب، اذا الانتاي عندك انت باضت وفقست وطلع عندك فراخ والفراخ ماتوا مثلا بقلب البيضة، او بعد ما فقست مثلا كمان الفراخ ماتوا بعد التفقيس، كمان هذا يعتبر بطن. يعني ما حدا يفكر انه والله الانتاي عندي مثلا طلعت الفراخ وانا فطمت الفراخ معناتها هذا يعتبر بطن. لا اخي الكريم، كل ما الانتاي باضت وحضنت اقل شيء اسبوع 10 ايام هذا يعتبر بطن. فانا بنظري وانا برأيي الشخصي، تمام، اذا بدكم انتم تستفادوا لما الانتاي عندك تبيض 5 بطون وقف عندك الانتاج. انا في عندي اناتي باضوا تقريبا 3 بطون، اللي متابعني بيعرف انا بلشت بالموسم التزاوج متأخر كتير، تقريبا باخر شهر 2، تمام، ولح وقف تقريبا باول شهر 7 او بنص السابع اذا الله راد. يعني في عندي اناتي ما اخذت منها انا تقريبا 3 بطون، وبرضه لح ريحها ووقفها عن الانتاج. فاخواني حبايبي، هاي المعلومات كلياتها بدي اياكم تستفادوا منها انتم للموسم القادم، واللي بحب يشتغل على هاي المعلومات اهلا وسهلا، واللي ما بحب كمان اهلا وسهلا. هذا هو كان فيديو اليوم، بتمنى التوفيق للجميع. كان معكم ابن الشام، والسلام عليكم.